بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، قسم اللغة العربية، الصف السادس. ومع الدروس المصورة لمادة اللغة العربية للصف السادس، نقدم لكم اليوم تعزيز درس الأطفال والهواتف المحمولة. هدف الدرس، أعزائي الطلاب، يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن يقرأ الدرس قراءة جهرية معبرة، استخرج معلومات محددة فرعية من خلال العودة للنص، يذكر المرادف والتضاد الصحيح لبعض الكلمات الواردة في النص بشكل صحيح، يتعرف على المهارات اللغوية السابقة مثل أسماء الموصولة وأسماء الإشارة تعرفاً صحيحاً. والآن عزيزي الطالب، بالعودة إلى الدرس، أطلب منك أن تقرأ الدرس قراءة جهرية. اخترت لك نموذجين للتعود على القراءة الجهرية المعبرة. لا خلاف في أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر التكنولوجيا، لما لها من أثر واضح في كل مجالات الحياة، والهواتف المحمولة وتطبيقاتها واحدة من أهم المظاهر التكنولوجية في هذا العصر، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه في حياة الناس، فقد أصبح وسيلة للتواصل الاجتماعي والترفيه والمعرفة، بل إن هناك 23% من الأشخاص يعدون الهواتف المحمولة جزءاً أساسياً من حياتهم، لا يستطيعون الاستغناء عنه، ولهذا انتشرت هذه الأجهزة بشكل لافت للنظر، وزادت المدة التي يقضيها الناس في استخدامها. واخترت لك فقرة أخرى، ويمكن للآباء تلافي الآثار السلبية لهذه الأجهزة بأن يخصصوا وقتاً يمتنع فيه جميع أفراد العائلة عن استخدامها أو غيرها من الأجهزة التي تعيق التواصل الاجتماعي بينهم، على أن يخضوه في المحادثات والتواصل مع أبنائهم، كما أنه من الضروري أن يقوموا بوضع ضوابط لاستخدام الهواتف من حيث عدد الساعات والموضوعات أو التطبيقات التي يتعاملون معها، وتحفيز أبنائهم على ممارسة الأنشطة والهوايات المختلفة كالرياضة والفعاليات العلمية والثقافية والفنية. قرأنا الدرس أعزائي الطلاب قراءة جهرية معبرة، تعالوا بنا لنجيب عن هذه الأسئلة. لماذا يسمى العصر الذي نعيش فيه بعصر التكنولوجيا؟ هيا يا شباب، أحسنتم، لما لها من أثر واضح في كل مجالات الحياة. السؤال الثاني، أذكر اثنتين من السلبيات التي ذكرها الكاتب لاستخدام الأطفال للهواتف المحمولة. أحسنتم، تشتت الطفل وتضعف تركيزه وتؤدي إلى تدني المهارات الاجتماعية لدى الطفل بزيادة ساعات استخدام الهواتف المحمولة. بعد ذلك، أين عرض الكاتب أضرار استخدام الهواتف المحمولة؟ في الفقرتين الأولى والثانية. ممتازون يا شباب، ما الفكرة الرئيسة في الفقرة الثانية؟ أحسنتم، إنها تحذير الكاتب من الآثار السلبية للهواتف المحمولة على الأطفال. أحسنتم يا شباب، نكمل إجابة التدريبات على هذا الدرس. ما غرض الكاتب في هذا النص؟ هل هو إقناع الآباء بأهمية الهواتف المحمولة للأطفال؟ مناقشة سلبيات وإيجابيات الهواتف المحمولة للأطفال؟ توعية الأطفال حول استخدام الجيد للهواتف؟ تفسير أسباب إقبال الأطفال على استخدام الهواتف المحمولة؟ لماذا كتب الكاتب هذا النص؟
أحسنتم لتوعية الأطفال حول استخدام الجيد للهواتف المحمولة. عرض الكاتب أهمية الهواتف المحمولة في هذا العصر في أي فقرة من فقرات الدرس؟ الفقرة الأولى، الثانية، أم الثالثة، أم الرابعة؟ أحسنتم يا شباب، في الفقرة الأولى. تعالوا بنا يا شباب لنتدرب على مهارتي الترادف والتضاد. أمامك الآن مجموعة من الكلمات، سوف تختار منها الكلمات المترادفة والكلمات المتضادة. هيا بنا يا شباب، من يشارك معنا؟ الترادف هي المعرفة والعلم، واضح وبين، إفراط وزيادة. أحسنتم. أما التضاد فحياة عكسها موت، وخاصة عكسها عامة، ومنع عكسها سماح. منع عكسها سماح. أحسنتم يا شباب، شكر الله لكم. طيب يا شباب، من يشارك معنا في إجابة هذا التدريب؟ مضاد كلمة زادت في الجملة وزادت المدة التي يقضيها الناس في استخدامها. زادت بمعنى انعدمت، تضاعفت، انخفضت، ارتفعت. أحسنتم، مضاد كلمة زادت انخفضت. والآن كنوع من التدريب المستمر على مهارة الأسماء الموصولة، وهي من المهارات التي تم دراستها فيما سبق، تعالوا بنا لنجيب عن هذا التدريب. سامحت الشخص فراغ اغتابني، ما هو اسم الموصول المناسب الذي يتناسب مع هذه الجملة؟ سامحت الشخص الذي، أحسنت، الذي اغتابني. سافرت الطبيبة فراغ، كانت تعالج المرضى. توقع هنا اسم موصول مناسب، التي، أحسنت. حضر الطالبان، كان متغيبين. اللذان، كان متغيبين. أحسنت. جاءت العمتان، تقيمان في بلدة أخرى. اللتان تقيمان في بلدة أخرى. أحسنت. أحب أخوالي، يزوروننا دائما. الذين يزوروننا دائما. بارك الله فيكم. تدريب أصدقائي الأعزاء، فإنه يخص أسماء الإشارة. هيا بنا نختار اسم الإشارة المناسب للجملة الآتية. أحسنتم. طالبان نشيطان، هذان طالبان نشيطان. الجملة التالية، هذه شجرة مثمرة. أحسنتم. جبال شاهقة، هذه جبال شاهقة. أحسنتم يا شباب. مدرستان متميزتان، سنختار اسم الإشارة هاتان. أحسنت. خلق حميد، سنختار اسم الإشارة هذا. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. وفي النهاية أحثكم على قراءة الدرس مرة أخرى ومحاولة استخراج المهارات اللغوية السابقة، وأن تكتبوا لي أسئلتكم واستفساراتكم، وأنا أرحب بذلك. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.